رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. سؤال يتردد عند بناتنا وأخواتنا: في رمضان هناك الواتساب، هناك مواقع التواصل الاجتماعي، ويتوصل بعض البنات برسائل فيها دعوة للاستغفار، وتتضمن الرسالة الاستغفار بنية الزواج، الاستغفار بنية الحصول على كذا وكذا، بنية النجاح. هل هذا الأمر جائز أم لا؟ أولا، نحن نبارك هذه الصحوة الإسلامية الربانية الإيمانية التي بين صفوف شبابنا وشاباتنا، ونحمد الله تعالى على هذه القنوات تاع التواصل الاجتماعي اللي كتسهل انتشار المعلومة. أكيد أن الاستغفار مبارك، وربنا عز وجل طالبنا به كثيرا في كتابه العزيز: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الاستغفار مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج، لكتر منه داكشي اللي نويت على رب العالمين كيعطيه لك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فنحن مطالبين بالاستغفار، لكن الطريقة المستعملة في بعض المواقع التواصل الاجتماعي كتقول فتاة استغفر الله لي لكي أحظى بزوج قريب، أو طالبة أو تلميذة استغفر الله لي أو استغفر الله معي حتى أنال النجاح. هذا نية حسنة، نية حسنة، لكن لا ينبغي أن نربط ذلك دائما بالعطاء العادي، لأن البنت لما تزوجت وإلا ما نجحت غتقول هناك خلل في الاستغفار. لا، نحن نستغفر الله تعالى ولا ننظر إلى النتيجة، لأن النتيجة محصلة. النتيجة كل من خشع لله وخضع لله النتيجة حتمية غتكون. لنويت على الله في قلبك، غير نوي في قلب ديالك دون أن تصرح. بعض المرات قد يكون نوع من الرياء وذهاب للإخلاص لما يقع البوح بالنية. النية مقرها القلب. نحن نفضل من أخواتنا وإخواننا تكون ذاك التذكير بالاستغفار وبذكر الله عموما، وقل لك في ذلك ما شئت، نوي على رب العالمين وربي غادي يعطيك. ونسأل الله تعالى لكل بناتنا وأخواتنا النجاح والزواج والبركة وتحقيق جميع الأماني، وكل رمضان وأنتن بألف خير.